ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمة. معروف دايما ومرتبط في ذهن بعض الناس ان اي شخص عايز يخس وينزل من وزنه لازم يوقف اكل سكر طبعا، ويحرم نفسه من العصاير اللي فيها نسبة سكر عالية او الاكل المسكر بشكل عام، وانك لو ملتزم بنظام غذائي معين وبتاكل سكريات يبقى كأنك ما عملتش حاجة خالص، ومهما عملت مش هتخس. طيب هو الكلام ده صح؟ طيب الناس اللي بتحب السكريات وما تقدرش توقفها، معنى كده ان هم خلاص ينسوا فكرة انهم يخسوا، وان ما ينفعش شخص يخس من غير ما يوقف سكريات عادي؟ طيب ده اللي هنعرفه النهارده اجابته من دكتور ريهام العراقي اللي مشرفاني منوراني النهارده في الاستوديو، اخصائي التغذيه العلاجيه. اهلا بيكي يا ريم، منوراني بجد، وحشتيني جدا. انت كمان يا روح قلبي. طبعا الموضوع بجد مهم وهيفرق مع ناس كتير، وهقول لك انا واحده منهم، لانه فكره انواع السكر مختلطه على ناس كتير. طيب هل ناخدها كده حاجه حاجه؟ اولا هل السكر مفيد للجسم؟ خلينا الكمية المفيدة قد ايه؟ حلو، خلينا احنا اصلا نعرف الناس واحنا بنتكلم على السكر ده اللي هو ايه. ما هو اي حاجة سواء كانت نشويات او سكريات، ايوه، اسمها جوه جسمي سكر. سكر، مظبوط. تمام. فانا عندي حاجة من السكر صحي اللي هي بتتقسم لحاجة اسمها نشويات معقدة، زي مثلا حبوب الكاملة، الشوفان، البطاطا، البطاطس، الحاجات دي سكر، يعني هي نشويات بس سكر مفيد. كويس. لما باخده بالكميه يبقى ده السكر الصحي. بالظبط. وفي سكر اللي هو السكر الطبيعي، زي مثلا العسل، زي السكر بتاع الفاكهه، ده برضه سكر صحي. أيوة. سكر الفركتوز اللي هو المعلب حاجه مختلفه شويه عن سكر الفاكهه اللي بناكله جوه ثمره الفاكهه. هو مستخلص. بالظبط، هو مستخلص من الفاكهه، بس الفاكهه مش بس فركتوز، هي في فركتوز وجلوكوز وسكروز. أيوة. الحاجات كذا دي انواع ثانيه. بالظبط. فانا لما برضو باخد حاجه انا باخد المستخلص، فبيبقى كونسنتريتد شويه او مركز شويه. مظبوط. فالاحسن عندي برضو ان انا اخد السكر الطبيعي بتاع الفاكهه نفسها. حلو جدا. احنا برضو هنتكلم في البدائل بتاعه السكر، بس انا بتكلم على الطبيعي بتاع السكر او الطبيعي بتاع النشويات اللي احنا المفروض نعتمد عليها، نشويات معقده زي اللي احنا اتكلمنا فيها، لانه دي ما بترفعش السكر، فبالتالي مش بترفع الانسولين، فمش بتخليني عرضه ان انا يجيلي الامراض بتاعه مقاومه الانسولين او السكر او التكيسات بتاعه المبايض. مش سبب لزياده الوزن طبعا لو انا باخدها بالكميه معقوله. بالظبط، اللي مطلوبه مني. غير كده كمان مش بتجوعني، بالعكس هي بتشبعني لفتره طويله وبتديني طاقه لفتره طويله. بالظبط، لانه اصلا هي فايده الكربوهيدرات او النشويات والسكريات الصحيه ايه؟ ان هي مصدر الطاقه بتاعي. صحيح، هي مصدر الطاقة للجسم لو أنا بعمل أي مجهود، أو للوظائف الحيوية بتاع جسمي أو لمخي. صحيح. يعني أنا لما أكون ما بعملش أي حاجة خالص، مش بعمل أي مجهود، بس مخي شغال، أنا طبعًا بفكر، أنا محتاج طاقة. الطاقة دي بجيبها منين؟ بجيبها من النشويات. فإحنا برضو عايزين نقول أنه مش كل السكر وحش، إحنا بنتكلم في فئة معينة أو بنخصص حاجة معينة هي اللي إحنا بنحاول نبعد عنها، لأن هي بقى بتعمل لي عكس كل الحاجات اللي إحنا اتكلمنا فيها دي. بتجيب لي أمراض بتاعة المناعة، بتضعف لي المناعة، فلأن أنا جسمي عرضة إن هو يحصل له أمراض كل شوية. في دراسات كتير أكدت إن هو برضو مع الاستهلاك الكتير من السكر، أنا هنا بقى بتكلم على السكر الأبيض. أيوة. والدقيق الأبيض. أيوة. بالمشتقات بتاعتهم كلها. بالظبط، بس إحنا عشان بنتكلم على السكر. السكر حلو قوي. الملح طبعا، هو الملح وسكر الابيض من في بدائل برضه. بالظبط، يعني هم السموم البيضاء. أيوة. السكر الابيض والملح، بس احنا بنتكلم دلوقتي على السكر، فهنخصص كلامنا اكتر على السكر، انه لقوا ان في ربط بينه وبين تكوين الخلايا السرطانيه برضه. فانا بتعب منه والمناعه بتاعتي بتضعف، غير ان هو بقى بيزودني في الوزن، يعني عكس كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي، انا هزيد في الوزن، انا طول الوقت هيبقى عندي شره ناحيه الحلويات والاكل عامه، انا هلاقي ان انا طاقتي ضعيفه جدا، لانه السكر ده بيتحرق بسرعه، مش بيفضل في جسمي فتره طويله زي الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. صحيح. فكل حاجه غلط انا هلاقيها بتحصل في جسمي هتبقى بسبب السكر الابيض والدقيق الابيض والمشتقات بتاعتهم، وبالذات كمان
تخزين الدهون في مناطق معينه من الجسم انا ما كنتش متعوده عليها، بالذات المنطقه بتاعه البطن او المنطقه بتاعه الجناب، سواء السيدات سواء الرجاله. تمام. تخزين الدهون في منطقه البطن لو ده عكس طبيعه جسمي او ده ما كانش بيحصل لجسمي هيبقى السبب الرئيسي فيه، غير طبعا زياده كميات الاكل هيبقى السكر. فهنا انا بتكلم عليه، بتكلم على السكر الابيض. طب بتكلم على السكر الابيض ده صحي؟ هو برده مش كده. لا مش صحي. السكر البني هو في اعتقاد ان هو بديل السكر الابيض، بس هو سكر ابيض محطوط عليه شويه عسل اسود. بالظبط. فشويه العسل الاسود اللي فيهم شويه حديد وكالسيوم بنسب قليله قوي. عارفه امتى بقول السكر البني؟ البني اللي مش متضاف له عسل بقى، ما هو في برضه من قصب السكر بيبقى، عارفه لما بيطلع بيبقى فيه قبل ما يدخل موضوع التكرير والبروسيسنج والكلام ده. ده كويس. ده بالظبط يعني ده بنسبه كويس، بس ده مش متوفر كتير برضه. متوفر والله، بس يعني الناس اللي بتتعامل مع اماكن الدوله زي التموين والحاجات دي موجوده على فكره. وانا واحده من الناس كنت بستبدله، يعني كانت حماتي تديله اكيد بقى في الموضوع ده. اديني انا البني ده انا بحبه. الفكره بقى في بدايل تاني دلوقتي. انا بس برضه عايزه اوضح ان المعجنات بقى والمخبوزات والحلويات والايس كريم والشوكليت والمياه الغازية ومشروبات الطاقة، كل الحاجات دي بتندرج تحت اللي هو السكر المضاف أو السكر اللي هو غير صحي اللي احنا بنتكلم عليه. هل معنى كده ان انا طالما قلت على الحاجات دي كلها وحشه سكر يعني ولا بالظبط ان انا هقطع لا اوعي يا ريم، انا بيحصل لي حاله جوع بالليل. انا مش باكل بعد الساعه 7 بس لي حاله عايزه دلوقتي حاجه مسكره حالا دلوقتي. دي قصه تانية خالص. احنا هنتكلم فيها. بس انا مش باخد سكر كتير في حياتي. احنا بنعمل غلطات، ما هو وارد يكون بسبب اصلا نقص السكر في الدم على مدار اليوم بيخليني في اخر اليوم عندي كريفنج. هو ده مش جوع. قول لنا طب ايه الكميه المظبوطه لينا؟ طيب. انا دلوقتي مثلا اكلت بطاطا مشويه وكلت حاجات فيها نسبه سكر طبيعيه. طب احسب ازاي بقى نسبه السكر الخارجيه؟ احط في شاي، في قهوه، في اي ايا كان يعني. طيب. احسبها ازاي ان انا كده صح؟ لو انا هستخدم بديل سكر فاعتمادي الكلي على البدايل اللي مصنوعه من نبات ستيفيا. اوكي. لانه ده زيرو كالوري ومهما حليت منه مش هيأذيني في حاجه. بالظبط. ومش هيكاونت او مش هحسبه ان هو جرامات سكر انا بحطها. كويس. لانه كده كده الجسم مش بيتعرف عليه ان هو سكر. على فكره نسبه قليله منه بتسكر كويس قوي. بتحلي كتير قوي. بالظبط. فانا هعتمد على كميه قليله قوي. ده اول بديل واصح وامن بديل للسكر السكر المضاف اللي انا بحطه على الحاجه. في حاجه ثانيه اللي هو العسل. انا اقدر احط عسل. بالظبط. في فوائد كتير طبعا وفي فيتامينز ومينرالز كتير، بس مشكلتي حاجتين. السعرات بتاعته انه انا المعلقه تقريبا الصغيره دي فيها اراوند 30 سعر حراري. فانا في كل مره هبقى بزود ال 30 دول. وغير كده كمان انه برده في دراسات دلوقتي بتقول ان العسل ما ينفعش يتسخن اصلا. ما ينفعش احط عليه ميه مغليه ولا ينفع ان انا ادخله الفرن، لانه هو لازم يتاخد. بالظبط. لانه على المدى البعيد ممكن يعمل تسمم او يعمل توكسيسيتي. فانا برضو هيبقى عندي مشكله شويه في العسل. طيب. في السكر بتاع جوز الهند ده حاجه حلوه، وفي الميبل سيرب حاجه زي العسل كده برضو. منه بيتباع اللي بنحطه على البان كيكس ونحطه. بالظبط كده برضو موجود بيتباع في السوبر ماركت. بس الحاجات دي فيها سعرات. أوكي. فانا لو هاخدها هبقى معتمد. لو انا ما بحبش طعم ستيفيا شويه فهبقى برضو بحسب الحاجات دي من السعرات بتاعتي. تمام. نيجي بقى للسكر اللي احنا السكر الطبيعي اللي موجود في النشويات بتاعتي او السكريات الطبيعيه دي ما اقدرش اقول رقم معين. أوكي. لانه كل حد بيبقى ليه كالوريز معينه، سعرات حراريه جسمه. معينه. بالظبط. على حسب جسمه، على حسب مجهوده، على حسب الهدف اللي هو عايز يوصل له. ناس عايزه تثبت وزن، ناس مش فارق معاها، ناس عايزه تخس، ناس عايزه تتخن. كل حد فيهم ليه سعرات معينه. من السعرات دي انا بشوف الجسم ده محتاج قد ايه بروتينز، محتاج قد ايه كربوهيدرات، محتاج قد ايه فاتس كنسب، وبحسب من النسب دي السعرات بتاعت كل نسبه منهم هتبقى ايه. أوكي. وبترجمها لجرامات. في ناس ممكن تحب ان هي تمشي على هاي كارب دايت عشان هي مثلا بتروح الجيم وعايزه ان هي تبلك، فهتلاقي نسبه السكر عندها او الكربوهيدرات اعلى بكتير من البروتينز ومن الفات. طب ما تقولي لنا بقى بطريقه بسيطه لكل المشاهدين اللي بيشوفونا، ادينا افريج كده، قولي لنا ما بين كذا، حاجه بسيطه هقول لهم توصل للناس اللي قاعده بتشوفنا. هقول لهم حصص مش هقول لهم جرامات. ماشي. يعني مثلا احنا لو احنا بن
بناكل ثلاث وجبات رئيسيين في اليوم وبناخد سناك واحده او اثنين سناك على حسب ما انا حابب، يبقى انا وجبه الفطار فيها كربوهيدرات، وجبه الغداء فيها كربوهيدرات، وممكن سناك واحده يبقى فيها كربوهيدرات. العشاء بلاش والسناك الثانيه بلاش لو انا اصلا باخد سناك ثاني. طيب السيرفنج بتاعتي بتبقى قد ايه؟ بتبقى قد قفله ايدي كده. يعني انا مثلا بحسب في الصبح مثلا باخد توستايه او اخد نص رغيف اسمر، على حسب برضو انا مش بدي ارقام ثابته، انا بدي امثله. طبق فول مثلا فيه 5 معالق، شوفان مثلا 3 معالق على لبن مش عارف ايه. مثلا الغداء لو باخد رز او مكرونه او بطاطس او اي حاجه بحسبها على قد قفله ايدي. طيب فدي الكميات بتاعه السكر اللي انا اقدر استخدمها. حلو قوي. طيب نقول بقى ازاي الشخص يخس من غير ما يوقف سكريات. انت عندك مفاجاه، تقولي هذا. انا عندي برودكت اللي هو بيستا. بيستا يعني يعتبر الحل السحري في الموضوع ده، لانه انا دلوقتي انا عايزه اكل الحاجات دي وما اتحرمش منها، وفي نفس الوقت ان هي ما تاثرش على سكر دمي وما تزودنيش في الوزن وما تعمليش مشاكل صحيه. فبيستا هيخليني باكلها بس بكميه قليله، وبحرق كمان جزء من اللي انا باكله. ازاي بقى؟ بيستا فيه 3 مكونات مهمين جدا لحل المشكله دي. اول حاجه فيهم وهي الالياف، وهو اول منتج في مصر فيه 3 انواع من الالياف، وهم ردة القمح والكشور بتاعه السيليوم والشوفان بتركيز 6 جرام. الالياف دي بتعمل ايه؟ بتخش جوه بطني تنفش زي ما بيقولوا، بتاخد حيز كبير قوي من الماء. فانا لو كان قدامي حته بيتزا مثلا كبيره قد كده، ولا قدامي قطعه كيك قد كده، فانا لو خدت بيستا قبلها هلاقي ان انا يا دوب باخد شوكتين او قطمتين، ومش قادر ان انا اكمل اكتر من كده، لانه مع الكوبايه اللي انا شربتها بكميه الالياف اللي موجوده دي سدت نفسي لفتره طويله، خلتني ابقى مش قادر اكل وفي نفس الوقت مش حاسس بحرمان. ده قبل الاكل بنص ساعه بالزبط. قبل اي وجبه، ايا كان عدد الوجبات. قبل اي وجبه بالظبط، قبل اي وجبه. بس طبعا احنا هنقول الجرعه المفروض ان احنا ناخد قد ايه، يعني تقريبا بتبقى من 2 لـ3 في اليوم، ما بنزودش اكتر من 3 مرات بس. طيب انا باخد قبل ما باجي مثلا الخبط، ابقى عندي كريفنج ناحيه حلويات، ابقى مقرر ان انا باكل بكميه كبيره، ده لو انا مش عايزه اخس. لو انا عايزه اخس اواظب عليه من 2 لـ3 مرات على مدار اليوم كله مع الوجبات بتاعتي الرئيسيه، باخده زي ما قلنا من 1/3 ساعة لـ1/2 ساعة قبل الوجبه. الحاجه الثانيه اللي مهمه جنب الالياف، احنا هنا الالياف هتسد معايا وكمان هتقلل لي الكريفنج او الشعور ان انا عايز اكل من الحاجات دي، الكروميوم. الكروميوم هو معدن مهم جدا، بيساعد في حرق النشويات وتظبيط نسبه السكر في الدم. احنا طبعا زي ما قلنا ان الحاجه دي بترفع السكر كتير قوي، فهو يقدر يظبط نسب السكر اللي بتترفع مره واحده دي، وفي نفس الوقت يساعدني ان انا احرق كمان من اللي داخل ده. طيب انا عارفه ان احنا معانا يعني حاله خست وما كانش عندها مشاكل في موضوع السكر انها تبطل السكر، معانا اسراء. يلا هنشوفها مع حضراتكم ونرجع نستكمل كلامنا مع دكتور ريهام، نشوفها مع بعض. اسراء اخبارها ايه؟ احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اسمي اسراء محمد ممدوح، سني 20 سنة، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما اخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر اتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكله، ضربات قلبي كانت سريعه، ما كنتش بعرف اتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من اي اكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليله. احساسي بعد ما خسيت احساس جميل جدا، بعرف البس براحتي وبعرف اكل اللي انا عايزاه واتحرك، وجسمي بقى خفيف جدا. انصح اي حد جسمه مليان ان هو يتابع مع بيستا، موضوع سهل جدا. دي يعني برضو تجربه اسراء، بس هرجع اقول لك تمام، انا طبعا ده حاجه هايله جدا موضوع تظبيط السكر من غير ما نبقى محرومين من حاجه. واني واي في ناس كمان بتبدا تقنن الموضوع ده بشكل او باخر، لانه هو فعلا بيبقى ضار جدا. صح. خلينا بقى نقول ان احنا واحنا لما بنعمل كده ونبقى عايزين نحافظ على وزننا، البنات يعني اغلب البنات بتتاثر اكتر من الرجال شويه. صح. في جزء ايموشنال الوش بقى، البشره بتنشف، ودي على فكره دي حقيقه بتاثر كتير جدا، جفاف بشرتها، ضوافرها، شعرها، الحاجات دي كلها.
دايما نقول ايه هو لازم تحصل وبعدين نلحقهم ازاي. صح. انا بقى نفسي ندي يعني الحق حل واحنا قبل ما نبدا نعمل. صح. ايه علشان ما نتعرضش للحاجات دي. صح. عشان كده احنا حطينا مع بيستا عملنا كورس كده, حطينا كمان معاه مالتي فيتامين اللي هو الب مالتي فيت. تمام. يعني احنا النهارده بنتكلم على الكورس. على بالظبط بتكلم على الكورس, ان انا سواء ان انا عايزه اخس او انا عايزه احافظ على ان انا ما يحصلليش اي مضاعفات نتيجه برضو ان احنا اغلب الاكل بتاعنا بالظبط, سواء ان انا بقلل الكميه او انا شخص مش مركز في طريقه اكلي, فهلاقي ان انا مش باخد العناصر الغذائيه اللي انا محتاجها او الفيتامينات. صح. والمعادن, فانا لازم ازق كده بالظبط. مش لازم يكون حد بيخس, انا شخصيا هو مش ماشي على دايت مظبوط وعندي مشاكل, شعري بيقع كتير, ضوافري بتتكسر, لو انا ما كنتش مركزه بان انا باخد مالتي فيتامين زي الب مالتي فيت, انا كانت المشكله دي هتبقى معايا اكتر بكتير, لان انا برضو مش مركزه. قولي لنا بترشحيه. انا باخده شخصيا, انا عارفه خلاص, بس انا بالزبط. يعني بقول لاي مشاهد او مشاهده بتشوفنا لاول مره, ليه هو بالذات ما في كتير انواع بالظبط, ليه هو احنا بناخده بالذات؟ لان هو من اقوى المالتي فيتامينز اللي موجوده في الماركت كبراند مصري, لانه في اكتر من 13 مينرال وفيتامين احنا بنبقى محتاجينهم لكل حاجه من الجسم. زي ما بيقولوا كده فروم هيد تو تو, اللي هو من اول شعري لحد رجلي ده. للشعر عشان في بايتين وفي زنك, والزنك كمان مهم جدا للمناعه. للحرق بتاع جسمي عشان هو في المجموعه بتاعه بي كومبلكس كلها المهمه, عشان مميزه جدا الحقيقه, يعني من اكتر المالتي فيتامينز اللي في المجموعه كلها بالظبط كده, مهمه جدا عشان الاعصاب بتاعتي ومهمه جدا عشان حرق النشويات. في كمان فيتامين سي بتركيز عالي 500 ملي جرام, وده مهم جدا عشان الجلو بتاع بشرتي وعشان المناعه بالظبط. بالظبط زي بيستا موجود برده في بيستا, بيساعد على حرق الدهون. حاجه كمان موجود فيه فيتامين اي وفيتامين اي اللي هم انتي اوكسيدنت اقوياء جدا. مهم كمان في حاجات للكالسيوم والفوسفورس, الفوليك اسيد طبعا للحوامل, والكابر برده مهم جدا, في الكالسيوم والفوسفورس مهمين جدا عشان العظم وعشان السنان. فانا بلاقي ان انا عندي كومبو كده لكل حاجه في جسمي عشان انا ابقى مش عايز ريسك ان انا يحصل لي اي حاجه او اي مشاكل صحيه ممكن تحصل لي نتيجه ان انا اكون مقلل الكميه بتاعه اكلي, او ان انا اصلا طريقه اكلي تكون مش مظبوطه, فلازم اواظب عليه برده, سواء هاخد بيستا انا محتاج بيستا او انا مش محتاجه, بس احنا بندي كورس مع بعض بالظبط. طيب ناخد الجرعه قد ايه من الف مالتي فيت او من اي ال بي مالتي فيت؟ طيب من الف مالتي فيت بناخد مره واحده بس في اليوم, قرص واحد. يستحسن ان هو يكون بعد وجبه عشان طبعا الامتصاص بتاع الفيتامينز دي نص ساعه مثلا بعد الوجبه. كويس. وبيستا باخده زي ما قلنا قبل الوجبات من من تلت لنص ساعة. من مرتين لثلاثه في اليوم على حسب طبعا الهدف بتاعي. طيب نحصل عليهم ازاي بقى يا دكتور ايهاب؟ يعني نسهل على اصدقائنا كمان في جميع المحافظات. طبعا هي منتجات يعني مرخصه ومن وزاره الصحه وموجوده في كل الصيدليات, اقدر ان انا الاقيها في كل الصيدليات طبعا, وفي برضو البيج بتاعه الفيسبوك بتاعه باي بيستا, هنلاقي عليها كل المعلومات لاي حد برضو موجود في محافظات عايز يسال ايه اقرب مكان هي او هم موجودين فيه, يعني هيلاقيها برضو على الصفحه, هنرد عليه على كل التساؤلات بتاعته. طيب هايل جدا. طيب هو طبعا امن بالنسبه للاطفال من سن البلوغ, من سن 12 سنه للاطفال بيستا, والب مالتي فيت من سن 18 سنه يقدروا يستخدموه عادي. هايل جدا, يعني امن ونقدر نستمر عليه لانه هو النسب بتاعته مناسبه لينا بدون ضرر لفترات طويله. عامه المالتي فيتامين انا باخد 3 شهور على بعض, بوقف مثلا اسبوعين شهر بالكتير, وبرجع اكمل تاني 3 شهور. ده الكورس بتاع الب مالتي فيت. بالنسبه لبيستا باخده لحد ما بوصل للتارجت بتاعي. تمام. طيب تقول لنا بقى حاجه يعني نصيحه كده نقولها للناس في عجاله كده تنصحينا بيها في نهايه فقرتنا. انا اهم حاجه بس ان هم برضو يخلي بالهم من طريقه الاكل بتاعتهم, يعني زي ما قلنا احنا هنقطع السكر الابيض والدقيق الابيض, وهنبدلهم بسواء سكر ستيفيا سواء المحليات الطبيعيه, نعتمد برضو في الكربوهيدرات بتاعتنا على الحاجات الصحيه اللي احنا اتكلمنا فيها. لو عايز اكل اي حاجه حلويات اقدر ان انا اعملها بطريقه صحيه, ابدل
بدل الدقيق الابيض بدقيق شوفان او دقيق قمح كامل او دقيق لوز. الحاجات اللي بستخدمها في البيكنج وكده تبقى زبده طبيعيه او زيت جوز الهند بس برده بكميات قليله. يعني انا اقدر اعمل اي حاجه انا عايزاها، ده سواء الحلويات، الحاجات المعجنات برده والمخبوزات اقدر ان انا اعمل محشي ومكرونه بشاميل وكل الحاجات دي بالظبط. في مكرونه بالشوفان واعمل البشاميل بدقيق شوفان، طعمها تحفه احلى من المكرونه العاديه. فكل حاجه احنا بس نغير المايند سيت بتاعنا ونجرب الحاجات دي هنلاقي ان هي طعمها احلى وصحتنا عليها احسن كتير ومش محرومين من حاجه، دي اهم حاجه. حبيبتي انا بشكرك دكتور ريهام بجد ومرسي. طبعا بايو بيستا الصفحه بتاعتها موجوده كانت قدام حضراتكم، تقدروا يعني تشوفوها وتتواصلوا معاها لو ليكم اي اسئله او استفسار. واسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده دكتور ريهام العراقي، بجد شرفتيني ونورتيني. شكرا جدا شيخه عظيم، يعني دايما بتردي على اسئله اصدقائنا واحنا في انتظار اسئله حضراتكم سواء من خلال الصفحه الخاصه بالشركه او كمان من خلال صفحه شخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي. اسمحوا لنا نشكركم على حسن المتابعه والى لقاء تاني في مره تانيه باذن الله، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده وسلام عليكم.